سامع مين؟ في السوق ايه؟ المحل الاول مقارنة بالسنة الماضية ما اعتقدش ان السنة الماضية كانت افضل بكثير او ممكن نتيجة الاحداث اللي موجودة الله اعلم لك، لكن مقارنة بالسنة السابقة السنة السابقة كان اقبال بشكل كبير. والملاحظ اني حتى تو خلال السنوات الخمس سنوات الاخيرة دو الشباب الليبيين يتجهوا الى التراث الليبي، كان طاغي عليهم التراث المغربي والتراث الخليجي، يلبس زي الخليجي وزي المغربي. حاليا تغيرت الرؤية، أصبح الشباب وأولادنا أصبحوا بدوا يتجهوا للتراث نحن لزينا لزبوناتنا اللي فرمنا كيطانا لبسة الجبة لبسة، يعني كان تجهوا ليه الشباب بدوا صار عليه إقبال، بدي ينزاح التراث الخليجي والتراث المغربي، بدي ينزاح من الساحة الليبية. وهذه الحمد لله يعني الشباب بدوا ياخذوا في انتمائهم لوطنهم ولأهلهم ولبيتيتهم، والحمد لله يا رب العالمين. إن شاء الله والله هي زي ما تقول السنة الماضية كانت أفضل، وتوا زي ما تقولي في السنة هذه الأكثرية الناس السيولة صعبة جدا في المصارف، والحمد لله نقول الحمد لله ونقول إن شاء الله من البلاد من الأحسن لأحسن، إن شاء الله ربي يهني البلاد ويهدي العباد إن شاء الله. زي ما تقولي البيع متاع العام اللي فات خير من العام هذا إن شاء الله. تمام.